الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، ونبدأ الخامسة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي المستنير وصقل الأئمة المفدين للخارج. والحكومة تنفي صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة. السيدة والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سيادته مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والعدل لاستعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، والتي حققت صافي إيرادات وأرباح بإجمالية حوالي 1,429,000,000 جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي. وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه الرئيس السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة. كما وجه سيادته بدعم مشروعات صكوك الأضاحي والإطعام لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصدها الشرعية. الرئيس وجه أيضا بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة المفدين للخارج. وفي اجتماع آخر لمتابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري. وقد استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة طلبات ومعاملات الشهر العقاري والتسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لعام 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءته مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة 6 أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة. كما عرض السيد وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة. واجتمع سيادة الرئيس مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لمتابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف ونادر هشام علي لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات
الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لعقد مؤتمر كوب 27 نوفمبر المقبل. وخلال الاجتماع تمت الإشادة بقرارات الحكومة الأخيرة والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حركة السياحة، حيث تم منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول إنجلترا وأمريكا واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول التشينينغ، فضلا عن حصول 78 جنسية على التأشيرة السياحية الإلكترونية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام الرئيس السيسي بصون وحفظ التراث المصري على كل الأصعدة. وخلال التقرير أوضحت الوزيرة أن الاحتفالية التي أرجئت بسبب ظروف جائحة كورونا ستنطلق في 9 من رمضان بسور القاهرة الشمالي بتنظيم يليق باختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي، والتي تعد إحدى أقدم وأعرق العواصم العربية الشاهدة على عمق التاريخ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تمت الاستجابة ل 1447 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، كذلك صدور 561 قرار علاجي على نفقة الدولة وإجراء 403 عمليات جراحية و69 قرار لإجراء عمليات زراعة النخاع. وفيما يخص الاستغاثات، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى توفير الإجراءات الطبية ل 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 167 استغاثة مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 103 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مشددة على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة أو أثناء التردد أو الوجود في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين. ونشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الالتزام باتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية. وترى مصر في هذه الخطوة تطورا هاما يسهم في العبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار من خلال التوصل إلى توافق يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن نجاح قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية. وتمكن
تمكنت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة من توزيع الكراتين على الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع هذه الكراتين في 24 محافظة. وفي سياق متصل، تقوم كل من فرق الرصد الميداني والمتطوعين إلى جانب الجمعيات القاعدية بالمحافظات وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقومون بتحديد الفئات المستحقة حرصا على عدم تكرار التوزيع بذات الكرة، وتوحيدا للجهود وضمان توصيل المساعدات للمستحقين بشكل عادل. في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم التدريبي الأمني للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار في بلدانهم، نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ومن دول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في مجالات أمنية متعددة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. تمتلك مصر إمكانات تدريبية أمنية كبيرة بشرية ولوجستية، يتم إتاحتها للكوادر الأمنية من مختلف الدول للاستفادة منها عبر تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني لهم. في هذا الإطار، نظمت وزارة الداخلية ومن خلال مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 5 دورات تدريبية ل 191 كادرا أمنيا من الدول الأفريقية ودول الكومنولث في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتنمية مهارات القيادات الأمنية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وزارة الداخلية هو شريك رئيسي لوزارة الخارجية في تقديم الدعم للدول الأفريقية. الحقيقة الفيدباك اللي بيجينا من خلال سفاراتنا في الدول الأفريقية يعني فعلا بتحمل كل التقدير على هذه البرامج التدريبية. Comme je le disais tantôt, l'objectif de ces stages était de renforcer nos capacités en leadership et au jour d'aujourd'hui nous estimons que nous avons assez bénéficié et nous engageons à répartir chez nous pour restituer le contenu de ces formations. الدورة كانت دورة متميزة حول القيادة الأمنية، تضمنت العديد من المحاضرات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، إعداد الخطط الأمنية، المشاكل التي يواجهها القادة الأمنيون عموما. تلقى المتدربون برامج تدريبية وتعليمية مواكبة لأحدث المستجدات في مجالات العمل الأمني بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء، إضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. وتأتي هذه الدورات اتساقا مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تدعيم أواصر التعاون الأمني مع الدول الأفريقية ودول الكومنولث وتوحيد المفاهيم التدريبية بما يعزز الأمن والاستقرار في تلك البلدان من خلال تزويد تلك الكوادر بالمهارات الأمنية والقدرات الاحترافية على مواجهة كافة أشكال الجريمة. On this academy night, on this training place that is very good, and I'm also happy to be on this good shooting range. We pray that this relationship will continue to establish to help all African countries to learn and develop ourselves in our policing sector. وقد أعرب المتدربون عن تقديرهم الكبير لمصر وما تملكه من إمكانات تدريبية بشرية وإنشائية تستخدم لخدمة الأشقاء من مختلف البلدان، وهو دور ريادي لمصر تطلع به دوما بكل اقتدار. Nous remercions également l'agence égyptienne du partenariat pour le développement pour la facilitation. Mes profonds respects vont également à l'endroit de tous les cadres des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour l'organisation pratique de ce stage. Познавательный, очень необходимый курс. За курс обучения мы прошли, действительно, переняли большой опыт работы по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции. وتبقى مصر قبلة للكوادر الأمنية من مختلف الدول تنهل من خبراتها الأمنية التي تتسم بالاحترافية الكبيرة، ليعودوا لبلدانهم مزودين بتلك الخبرات التي تنعكس على أدائهم الأمني لتحقيق الاستقرار في تلك البلدان.
May God bless Egypt for the work they are doing and continue to do for other African countries. We appreciate their hospitality. We appreciate their kindness. We appreciate the training that they have given unto us. Wish our capacity was built. بركات التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها. الرئيس السيسي يوجه بتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني الوسطي المستنير وسقط الأئمة المفدين للخارج. والحكومة تنفي صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني ماسبيرو.إيجي. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.